رئيس الوزراء يؤكد أن دعم الصادرات مسألة أمن قومي، ويشدد حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. الجيش السوداني يتعهد بالنصر في معركته ضد الدعم السريع، ويتهم جهات خارجية بالتخطيط لاختطاف الدولة السودانية. اقتصاديا، المركزي للإحصاء يعلن ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر بنحو 98.7% خلال العام المالي الماضي. تفاصيل النشرة لكم التحية. عقب تفقده لعدد من المصانع ومشروعات الإسكان في مدينة العاشر من رمضان، أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات له، أكد على أن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة السابقة خطوات لدعم قطاع الصناعة والصادرات، وصفا إياها بأنها مسألة أمن قومي. وكان مدبولي قد قام بجولة تفقدية زار خلالها عددا من المشروعات الاستثمارية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، استهلها بتفقد مصنع شركة LG للإلكترونيات مصر. وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى استمرار الجهود المختلفة للأجهزة الدولة المعنية في العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، والحرص على المتابعة المستمرة لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين للتعامل الفوري مع أي تحديات من الممكن أن تواجه عملهم، إلى جانب مواصلة العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة شركات ومصانع جديدة أو التوسع في القائم منها، وصولا لتحقيق المستهدفات المرجوة للاقتصاد المصري بشكل عام وقطاعات الصناعة والصادرات بشكل خاص. وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء مصنع سوميتو مول ياباني لتصنيع ضفائر السيارات الكهربائية، الذي يعد أكبر مصنع للشركة على مستوى العالم، حيث يقام على مساحة 150 ألف متر مربع، ومن المخطط أن يبدأ تصدير منتجاته في النصف الأول من العام المقبل، سيوفر نحو 10,000 فرصة عمل. كما تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع لوريال الفرنسي لمستحضرات التجميل. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الرابط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا، مع الحرص أو حرص الدولة على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة، وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء ومدن القناة. وأوضح تقرير للمركز بعنوان سيناء أرض الفيروز أن الدولة المصرية تعمل أيضا على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لتحفيز مناخ الاستثمار كي تصبح سيناء أحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وذلك بعد أن تمكنت من إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار لتسهم تلك الجهود سواء الأمنية والتنموية معا في تحسين النظرة الدولية لملف تنمية سيناء ومستقبلها. وإلى مستجدات الملف السوداني، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن تعديل نقاط التجمع والإجلاء للمواطنين الراغبين في العودة إلى مصر في إطار استمرار عملية إجلاء الرعايا المصريين من السودان. وأوضحت وزارة الخارجية أنه تم تعديل هذه النقاط ليكون مقرها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورت سودان للإجلاء البحري، بينما يشمل الإجلاء البري التوجه إلى معبري قسطل وارقين. وأكدت وزارة الخارجية في الوقت ذاته استمرار تلقي غرفة الأزمات بالوزارة اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين بشأن الجالية المصرية في السودان، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. هذا وقد بلغ عدد المصريين العائدين من السودان حتى الآن نحو 6,400 شخص تم إجلاءهم عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية.
وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من معبر أرقين مراسل أخبار مصر أشرف مبارك. أشرف، بعد التحية ضعنا أو صف لنا المشهد لديك وعمليات الإجلاء وأعداد الموجودين على المعبر، هل هناك زيادة مضطردة في أعداد الوافدين إلى هذا المعبر أم الحركة ما زالت ثابتة بالمقارنة بالأيام السابقة يا أشرف؟ بشير، برحب بكم من معبر أركين الحدودي بين مصر والسودان. بنتحدث في هذا اليوم عن متغير جديد وهو السماح بدخول الشاحنات التي تحمل البضائع إلى معبر أركين بعد توقف هذه الشاحنات لعدة أيام لإعطاء الأولوية للجاليات السودانية والمصريين الراغبين في عبور الحدود المصرية السودانية. كان هناك توجيهات بإعطاء المواطنين الأولوية وانتظار البضائع لحين الانتهاء من التكدس الذي كان متواجد في الجانب السوداني من الحافلات التي تحمل اللاجئين من مختلف جنسيات العالم. نتكلم عن يمكن نحو 20,000 عبروا معبر أركين الحدودي من مختلف جنسيات العالم من نحو 50 دولة، لكن الآن يعني كما أشرت تم السماح لعبور الشاحنات التي كانت تنتظر منذ عدة أيام. بنتكلم أيضا عن، إذا نظرنا في هذه الخلفية سوف نجد حافلة واحدة التي تنتظر في هذا المكان، وهي الحافلة التي يمكن دخلت إلى المعبر في وقت قريب، لكن الشاحنات التي دخلت يعني المفارقة الهامة جدا وهي أن الشاحنات جميعها التي دخلت إلى معبر أركين الحدودي تم السماح لها والخروج من هذا المعبر في خلال دقائق معدودة. يمكن يتبقى فقط نحو شاحنتين هي التي يمكن يعني يظهران في هذه الخلفية. هذه الشاحنات هي التي تتبقى حتى الآن، لم تخرج من المعبر، وهي شاحنات بالطبع تحمل البضائع للدخول من وإلى الأراضي المصرية والسودانية. إذن المشهد الآن هو هدوء كبير في عبور الحافلات الخاصة بنقل النازحين واللاجئين وإعطاء الأولوية للشاحنات التي تحمل البضائع، لكن في مع تقدم ساعات النهار في حوالي الساعة الخامسة سوف يسمح مرة أخرى بدخول الحافلات التي تقل النازحين وتقل اللاجئين إلى معبر أركين الحدودي، ومن ثم البدء من جديد في تقديم التسهيلات لهذه الحافلات وإخراجها من المعبر بصورة ميسرة وصورة تكون يعني مبسطة وتمهيد وتبسيط الإجراءات لكافة العالقين في معبر أركين الحدودي. مبارك مراسل الأخبار مصر، كنت معنا من معبر أرقين البري، وسنتواصل معك على مدار خدمتنا الإخبارية لتوفينا بما لديك من جديد. شكرا أشرف. أصدر الجيش السوداني بيانا أكد فيه أن قواته تعمل طبقا لما هو مخطط له وتؤدي مهامها بثبات وثقة، مضيفا أن ما وصفه بالتآمر كان كبيرا وخططت له جهات في الداخل والخارج حسب ما جاء في البيان. وقال إن ما جرى إحباطه خلال الأسبوعين الماضيين كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين ومشروعا لاختطاف الدولة السودانية. وأكد الجيش السوداني أنه يخوض معركة ليست فيها أي مجال الحياد الزائف على حد تعبيره، وأنها ستنتهي قريبا بالنصر لصالح بقاء الدولة السودانية ومؤسساتها. وتابع أنه يعمل على تهيئة الظروف لاستئناف الشرطة وأجهزة الدولة عملها وعودة الحياة لطبيعتها بأسرع وقت ممكن. من جهة أخرى، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بخرق الهدنة، مشيرة إلى أن الجيش السوداني هاجم مواقع تمركز لعناصرها في الخرطوم بالطيران والمدفعية. وقالت قوات الدعم السريع في الوقت نفسه، قالت إنها ملتزمة بشكل كامل بالهدنة الإنسانية المعلنة لفتح ممرات آمنة للمواطنين لقضاء احتياجاتهم الأساسية ولتسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب. هذا وقد سمعت أصوات ضربات جوية وأسلحة مضادة للطائرات وقذائف مدفعية في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وتصاعد الدخان الأسود فوق أجزاء من المدينة مع دخول القتال في البلاد أسبوعه الثالث. ووفقا للأمم المتحدة ارتفعت حصيلة ضحايا القتال إلى 512 قتيلا، فضلا عن نزوح أكثر من 75,000 شخص خلال الأسبوع الأول من القتال. بينما ذكرت لجنة تابعة
عام لنقابة أطباء السودان أن المعارك في مدينة الجنينة غرب إقليم دارفور أسفرت عن مقتل 74 شخصا، مع أنباء عن عمليات نهب وحرق واسعة طالت الأسواق والمرافق الحكومية. من جانبها حذرت الأمم المتحدة من أن 50,000 طفل يعانون نقصا حادا في التغذية في دارفور. من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن الاقتتال من أجل السلطة في السودان غير مقبول وغير مبرر. وأكد غوتيريش على أن الشعب السوداني يطمح لقيادة مدنية سياسية، مشددا على ضرورة إنهاء الصراع والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، ونوه إلى أن الأمم المتحدة لن تتخلى عن السودان وأنها ستعمل جاهدة على توفير الظروف الأمنية وتقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، خاصة وأن البلاد تعاني من ظروف اقتصادية هشة. وقد طلب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تحلي طرفي الصراع بالمسؤولية الأخلاقية كي لا يتم تدمير السودان وتفتيته، مؤكدا أن هناك خشية دولية من اندلاع صراع عرقي بالبلاد. أصيب 3 مدنيين و4 جنود جراء قصف صاروخي إسرائيلي على محيط مدينة حمص بوسط سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت الهجوم وأسقطت بعض الصواريخ. وذكرت وكالة سانا أن القصف الإسرائيلي أسفر أيضا عن وقوع أضرار مادية، إضافة إلى اشتعال محطة غاز واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات. توجه الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى إيران في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. جاء ذلك في بيان رسمي للرئاسة العراقية. أعلنت أوكرانيا أن استعداداتها لشن هجوم مضاد على القوات الروسية شرفت على نهايتها. وقال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي روسبيركوف إن القوات الأوكرانية مستعدة بدرجة كبيرة للمضي قدما في الهجوم بمجرد أن يتحسن الطقس ويتخذ القادة قرارهم. وأضاف ريزينكوف أن أوكرانيا تلقت العديد من المعدات الحديثة وأن التدريب على بعض المعدات الغربية مستمر. وعلى الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت ما وصفتها بضربة صاروخية عالية الدقة على وحدات احتياط تابعة للجيش الأوكراني لمنعها من الوصول للصفوف الأمامية للمعارك. في المقابل أفادت السلطات الأوكرانية بأن التقارير تشير إلى أن الضربات كانت واسعة النطاق، وهي الأولى من نوعها التي تشنها روسيا خلال نحو شهرين. هذا وقد استهدفت عدة مباني سكنية وأسفرت عن مقتل 26 شخصا على الأقل، بينهم أطفال. أعلنت أوكرانيا أنها سلمت السفارة البولندية في كييف مذكرة تدين فيها القيود التجارية التي تفرضها بولندا على المنتجات الزراعية الأوكرانية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كييف أنه تم إرسال مذكرة أيضا بهذا الشأن إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا. وأشارت الخارجية الأوكرانية إلى أن المذكرات تصف تقييد واردات الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنه أمر غير مقبول جملة وتفصيلا. وقالت إن مثل هذه القيود مهما كان مبررها لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة. رفض جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق فكرة أن الصين يمكن أن تقوم بدور للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، واتهم بكين بأنها تمثل تهديدا عالميا، مشددا على أهمية التأكيد على ذلك على حد قوله. وخلال كلمة له أمام منتدى في تايبي، أشار بولتون إلى العلاقات الصينية الروسية وحذر من التعرض لتايوان. Ah!
أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين، وذلك بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي أعلنت الوزارة مد فعالياتها لمدة شهرين اعتبارا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. المبادرة دي كانت هايلة من ساعة ما ابتدت، واحنا يعني اتفقنا خير ان هي تمدد شهرين كمان، وعلى اساس كده جهزنا عروضنا، وكل الحمد لله السلع الاستراتيجية موجودة باسعار كويسة جدا، على الرغم من الأزمة العالمية اللي بتأثر على كل دول العالم وخاصة الشرق الأوسط، بس الحمد لله كل السلع موجودة وبأسعار كويسة جدا. والله المبادرة بصراحة جت في وقتها، يعني بالنسبة للأسعار اللي موجودة هنا لما تيجي تقارنها باي اسعار بره لا فرق جامد صراحه. المبادره ديت بنشكر الرئاسه ووزاره الداخليه على المجهود دوت، ونتمنى ان هي تستمر على طول. وتشارك في هذه المرحله 28 سلسله تجاريه باجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهوريه. وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة، ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. دي حاجة كويسة جدا من سيادة الرئيس، بنشكره عليها ان هو كمان بيمدها كل فترة. جيت هنا لقيت كل المنتجات هنا عليها خصومات فعلا، وان المبادرة فعلا شغالة ومستمرة لسه. استفدت طبعا من المبادرة، بشتري طبعا الحاجات الاستراتيجية دي على طول بالاسعار اللي انا على قد يعني، لان هي بره موجوده باسعار اغلى بكتير. ما بنعرفش نشتري حاجه من بره، لكن هنا بنلاقي كل احتياجاتنا بسهوله وكل الاحتياجات متوفره. بنشكر سياده الرئيس على المبادره لانها فعلا في كل المصريين. شكرا يا رئيس. كما تم اقامه 4 معارض رئيسيه تتوفر فيها كافه انواع السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. وتأتي المبادرة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تؤثر على أسعار السلع. تواصل ومد فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية إنما هو تأكيد واضح من وزارة الداخلية على أهمية دورها الاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ففي إطار المبادرة يتم توفير كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية في السلاسل التجارية والمنافذ والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أقام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي احتفالية بمناسبة تدشين إعلان مملكة البحرين في مصر، والتي تقام تحت رعاية حمد ابن عيسى آل خليفة ملك البحرين. بمناسبة مرور أكثر من 50 عاما على تأسيس العلاقات بين مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية، إطلاق إعلان البحرين للتعايش السلمي من القاهرة يأتي لأن مصر ركيزة من ركائز السلام في المنطقة، ولدورها الحضاري الكبير كأرض مضيافة دوما تحتفي بالتنوع والتسامح. اختيار جمهورية مصر العربية بلا شك، مصر هي قلب العروبة النابض، ووجود هذا المركز والإعلان من خلال
خلال جمهورية مصر العربية، وتأكيد على الدور المصري الكبير في دعم العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية. مصر هي طبعا دولة كبرى في المستوى ليس العربي فقط بل المستوى الإقليمي والدولي، والدور المصري دور جدا مهم. أما المركز الملك حمد للتعايش السلمي هو مؤسسة دولية قامت بدور كبير على مستوى العالم، وجود محطات الآن في جمهورية مصر العربية أكد على عمق العلاقات البحرينية المصرية أساسا. مصر لها ثقل في الأمة العربية والإسلامية وفي القارة الأفريقية، فإعلان مملكة البحرين للتعايش وللتسامح في مصر معناه ذلك أن احنا ننتقل إلى مساحات أرحب ومساحات أوسع من العلاقات البشرية اليوم. تعزيز التعايش السلمي في كافة بقاع الأرض هدف من مملكة البحرين، والتي بذلت جهودا حثيثة لنشر ثقافة السلم بين الشعوب ونبذ التطرف والإرهاب. بلا شك جهود مصر كذلك جهود كبيرة جدا في رسم المفاهيم العالمية للتعايش، وهذا دور كبير اليوم تقوم في مركز الملك حمد للتعايش السلمي تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. اختيار الدولة المصرية كان من بدايات الاختيارات للدول، يعني أعتقد أن هي أول الدول العربية للعقد هذا المؤتمر، وإذا ده كان يدل على حاجة فيدل طبعا على أن التلاحم بين الشعبين البحريني والمصري على أساس أن في تقارب فكري وسياسي وديني بين الدولتين. أول دولة بتدعي للسلام والأمان هي مصر. طبعا دولة البحرين مشكورة على التنظيم الرائع والمبادرة العظيمة اللي هي بتقوم بيها. احنا كلنا الدين لله والوطن للجميع، وكلنا بنعيش في سلام، وبنأمل ان المنطقة كلها يعم فيها السلام والمحبة والتلاحم بين الشعوب. مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي هو مركز رائد على مستوى العالم، يهدف إلى تعزيز الحرية الدينية والحوار بين الأديان والتعايش السلمي والتنوع الإنساني ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف والكراهية. يتضمن تدشين مركز حمد العالمي للتعايش السلمي عددا من الركائز الأساسية للتعايش في سلام، وذلك من خلال النهج الديني القويم، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والسياسيين وصناع القرار في البلدين. من مقر الاحتفال، كريم كمال، التلفزيون المصري. اقتصاد ثانيتي، اهلا بكم. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 73 مليون و700 ألف دولار خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة ارتفاع قدرها 98.7% عن العام السابق له. وسجلت قيمة الواردات المصرية من اليابان نحو 888.5 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.6%. وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليابان، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الأولى بقيمة 196 مليون دولار، ثم الفواكه بقيمة 11 مليون دولار، تلاها مصنوعات الحديد والصلب بقيمة 8.6 مليون دولار، ثم السجاد وأغطية أرضيات بقيمة 7.4 مليون دولار. قال وزير التموين علي المصلحي إن الاحتياطية الاستراتيجية من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة أشهر، وأشار المصلحي إلى أن احتياطية القمح يكفي أكثر من شهرين ونصف حتى 5 يوليو المقبل، مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازي مع توريد القمح المحلي، والذي حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي نحو 4 أشهر، واحتياطي الأرز يكفي لأكثر من 3.5 أشهر وحتى نهاية أغسطس المقبل. وفيما يتعلق بالزيت، قال إن احتياطي الزيت يكفي أكثر من 4 أشهر، وأن احتياطي الدواجن المجمدة يكفي ما يتراوح من 7 إلى 8 أشهر. تواصل نقاط استلام الأقماح المحلية فتح أبوابها أمام المزارعين لتوريد الأقماح في محافظة الفيوم. يأتي هذا وسط تعدي نسب التوريد إلى 300,000 طن في اليومين الماضيين. ويستمر التوريد بأكثر من 400 موقع ينتشرون بمحافظات الجمهورية، خاصة في دفع المستحقات الذي لاقى ترحيبا كبيرا عند المزارعين. فهنا يحكي عم عصام عن التوريد وعودة القمح إليه في شكل خبز مدعم لا يدفع فيه سوى 5 قروش، والأسعار أتت بالنسبة له بمكسب كبير. بورد قمح واللجنة محترمة والاستلامات حلوة والشغل حلو وتمام التمام، مفيش حاجة مزعلنا خالص هنا فيه، وبنستلم فلوسه وناس محترمين في الاستلامات وفي كل حاجة، وبنقبض فلوسه ويرجع يدونا لعيش ببلاش. وآخرون تحدثوا عن التسهيلات المقدمة لهم من لجنة الفرز، سواء في سرعة الإنجاز أو تسعير الأقماح حسب الدرجة المقررة ب 1500 جنيه. الزرع كويس والحمد لله، والأسعار كويسة ومجزية للفلاح يعني عندنا كويسة الحمد لله، اللهم لك ألف حمد وشكر الحمد لله. طبعا تم توريد القمح السنة دي في المطحن الفيوم وبأعلى سعر، لأن طبعا المحصول القمح محصول قومي. فدان بيجيب بقى لحد 24 أرداب، وربنا يبارك لنا في سعادة الرئيس ويخلينا سعادة الرئيس. والمستحقات بحسب القائمين على الأمر تدفع خلال 48 ساعة بعد التوريد. احنا الحمد لله عندنا 4 مراكز استقبال اقمح بقطاع مطاحن الفيوم، الامور ميسره في عمليات الاستقبال. عندنا المتوسط الاسعار بالنسبه للفلاح في متناول الجميع، وان شاء الله الفلاح مبسوط باستلام الاقمح وبالاسعار. فالتسهيلات المقدمه بال 400 موقع ساعدت في وصول نسب التوريد لاكثر من 300,000 طن، نصيب الفيوم منها وصل الى 20,000 طن في اليومين الماضيين. استلمنا حوالي 4000 طن حد ب4 مواقع تخزينيه بقطاع الفيوم التابع لشركه مطاحن مصر الوسطى. والملحوظ السنه دي ان في اقبال شديد من المزارعين بعد تحديد السعر 1500 جنيه. اللي بيميز شركه مطاحن مصر الوسطى بالنسبه للمواقع التخزينيه بقطاع الفيوم ان نظام الميكنه، ان العميل بيدخل على البوابه بيسجل بياناته بيسمع في كل المواقع اللي هي بعد كده، والكلام ده كله اصبح بيستلم بيطلع من على البوابه بعد ما يخلص عمليه التوريد بيستلم الشيك بتاعه على نهايه اليوم. وما بين حاله الرضا عند المزارع بعد ارتفاع اسعار التوريد وسهولة الاستلام، يتوقع خبراء أن نسب التوريد سوف تصل إلى 5 مليون طن هذا العام. رمضان الشحاتة، التلفزيون المصري. قال وزير البترول طارق الملا إن مشروعات استرجاع غاز الشعلة التي تم تنفيذها وشملت 12 مشروعا في العديد من الشركات قد حققت وفرا بلغ حوالي 2,800,000,000 جنيه سنويا. وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة تولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ عليها، وعلى رأسها مشروعات استغلال غازات الشعلة لما لها من مردود إيجابي، سواء كان بيئيا من خلال خفض الانبعاثات الكربونية أو اقتصاديا من خلال توفير كميات من الغاز الطبيعي وإعادة استخدامها في مجالات وأنشطة أخرى. أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع بدعم من نتائج قوية لعدد من الشركات محت أثر المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، فيما عززت بيانات اقتصادية التوقعات بأن يرتفع مجلس الاحتياطي للاتحادي الأمريكي الفائدة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 0.8%، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع بنحو 0.7%، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.8%.
ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% بعد بيانات أمريكية تظهر تراجع إنتاج النفط الخام، وفي الوقت نفسه زيادة الطلب على الوقود. وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنحو 1.5% لتصل إلى 79 دولار و54 سنتا للبرميل عند التسوية. وقفز العقد الأكثر تداولا لشهر يوليو بنحو 2.7% ليبلغ 80 دولار و33 سنتا عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.7% ليصل إلى 76 دولار و78 سنتا للبرميل عند التسوية. ختام الثانية، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن دعم الصادرات مسألة أمن قومي، ويشدد على حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. الجيش السوداني يتعهد بالنصر في معركته ضد الدعم السريع، ويتهم جهات خارجية بالتخطيط لاختطاف الدولة السودانية. وللمزيد مسبيرو دوت اي جي. شكرا لكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء. وفي الختام لكم منا السلام.